يا اخي وربنا الواحد كان فرحان قوي بالشوط الاول، الواحد كان مبسوط جدا. كبير القاره رجع لك يا قاره، الاهلي رجع تاني يا قاره، الاهلي هيحط على الكبير فيك يا قاره، وفرحان قوي لحد الدقيقه 40. بعد كده ببص لقيت الاهلي دخل في جول، واحنا مش بنلعب يا عم 3 4 3، مش المفروض ان احنا مأمنين خط الدفاع بتاعنا؟ اول هجمه راحت كان الكره خطيره، تاني هجمه راحت جابوها جون عن طريق محمد عزريده. طب تمام، هنخش بقى الشوط التاني نعمل ايه؟ خش الشوط التاني نعمل ايه يا عم موسى؟ هنكمل بنفس العظمه اللي كنا بنعملها الشوط الاول؟ لا، هطلع اليو ديانج. يعني الجمهور كله عايزك تطلع عمرو السوليه، لان السوليه حرفيا كان سيء جدا، وضربه الجزاء اللي هو سجلها شفعت ليه مستواه اللي كان سيء جوه الملعب، والناس بتقول لك غير السوليه، انت بتغير اليو ديانج. بس عنده انذار، ان انت بتغير لعيب نص ملعب لان عنده انذار. بجد والله بتغير لعيب نص ملعب لان عنده انذار، تلعب على ملعبك ووسط جمهورك، وجمهورك عامل معاك فوق الصحة وزيادة، والناس عمالة تهتف والناس عمالة تسخن في الفرقة، والفرقة الشوط الأول كانت زي الفل، بس الشوط التاني تقعد تدور بسم الله ما شاء الله إبداع، والله العظيم إبداع، لحد ما جت اللقطة بتاعت ضربة الجزاء اللي حسين الشحات قدر إن هو يتحصل عليها بعد ما شاط الكوره، وقبلها برده كانت انفراد لمحمد شريف، وانس زنيتي تألق. انس زنيتي اللي عمل النهارده مباراه اسطوريه بالنسبه لي، انس زنيتي اتفرجت عليه كتير بصراحه، الراجل عمل مباراه عظيمه جدا، هو حارس كبير جدا، بس النهارده كان موفق جدا للامانه. وبرده ضربه الجزاء الثانيه بتاع عمرو السوليه اتعامل معاها بامتياز، الراجل اتعامل معاها كويس قوي. بس عمرو السوليه لعيبه وحش قوي. طب في طرد اهو، في مروان هدهودي اتطرد. مروان هدهودي ده واحد من اللاعبين المميزين جدا بالكرات العاليه، معنى كده ايه؟ انك بسم الله ما شاء الله هتشد حد من نص الملعب، حد كده لابس رقم 17 وعلى ظهره عمرو السوليه، هتشده كده بره الملعب وتحط مكانه حسام حسن. سترايكر بيعرف يلعب بدماغه بجد، سترايكر بيعرف يلعب بدماغه بجد. هتقول لي طب لقطه الهدف، لقطه الشوط الاول ضربه الجزاء دي، بص هي في لقطه بتقول ضربه جزاء وفي لقطه بتقول ان هي مش ضربه جزاء، ده غير ان الشوط الاول حسين الشحات كان بيقدم عظمه للامانه، يعني شهاده لله. وايمن اشرف كان بيقدم ادوار هجوميه مميزه، تحسك ان ايمن اشرف رجع يلعب باك تاني، انا ايمن اشرف قدم مباراه مميزه هجوميه الشوط الاول. تبص بقى الشوط التاني، فين يا عم الفرق اللي قدمت ماتش حلو قوي الشوط الاول؟ راحوا فين دول؟ بتلعب ضد 10. لا معلش، ما انت بتلعب الرجاء، الراجا برده لعيبه كبار وعارفين يعني ايه مطرود منهم واحد، يعني ايه مطرود منهم واحد؟ هيعملوا ايه؟ هيقعوا. كره شمال افريقيا القديمه قوي دي بتاع السبعينات دي، عارفها والله، عارفها وحافظها. انا سنيتي يقع ثلاث اربع مرات، المساك يقعد 3 4 مرات، خط النص يقعد 3 4 مرات، نبص كمان نلاقي محسن متولي بيقع له، نبص كمان نلاقي كل الفرقه حرفيا ماسكه رجليها وبتقع، اللي هو سبعيناتي بس لسه بيجيب معانا في جو 2022، اللي هو شغل قديم بس محترم للامانه، يعني شغل قديم بس يتلف في سلوفان ويتقدم لك حاليا في 2022. لحد ما تقعد بقى بتبص على حصمه والابداع التكتيكي اللي موسيماني عمله، اللي هو موسيماني بسم الله ما شاء الله جاب لك بقى من القعر وقال لك تعالى اتفرج على عظمة التكتيكيه اللي انا هعملها. بعد اليو ديانج هتعمل ايه تاني يا عم العبقرينو؟ هطلع محمد شريف، مش موفق، ده مضيع انفرادين ومضيع كره بدماغه ومضيع كتير. طب بالنسبه لبيرسي تاو، يعني بيرسي تاو على فكره كان بيضيع برضه. لا بيرسي ده انا هكافئه واخليه يلعب مهاجم. طب على فكره انت هتلاعب فرقه هيلعبوا بتسع لعيبه قدام الجون، وحميد حداد هيسيبوه علشان خاطر يعمل ادوار هجوميه، انت عارف يعني تسعه تحت؟ يعني تسعه تحت كده يا حد هيشوط يا حد هيتلعب له عرضيات. هتلعب عرضيات لبيرسي تاو يا ابن المفتريه؟ هتلعب عرضيات لبيرسي تاو بجد والله؟ هلعب عرضيات لبيرسي تاو. بيرسي تاو؟ بيرسي تاو. ابداع وربنا ابداع وعهد الله ابداع وعظمه. طب هنأخر بقى تغييرين شويه كده، هتنزل مين؟ طاهر محمد طاهر ووليد سليمان. وليد سليمان بتاعنا احنا؟ احنا نسينا اساسا وليد سليمان موجود في الفرقه ولا مش موجود؟ احنا عارفين ان وليد هيعتزل اخر السنه، بس وليد سليمان بجد؟ طب مش حسام حسن؟ مش حسام؟ يا راجل انت ماتش المصري كنت بتلوش وبتلعب كور عاليه بس، الماتش اللي مطلوب منك تلوش وتلعب كور عاليه بس، لان السيناريو بتاع الماتش راح لكده، ما عملتهاش؟ لا انا هلعب كره على الارض. تلعب كره على الارض ايه يا عم الحاج؟ انت بتنيل ايه؟ انت بتلعب قدام فرقه خلاص قررت ان هي هتقع، ان هم 10 لعيبه عايزين يروحوا تلعب في المغرب على 2-1، 2-1 غير 2-0. طب بالنسبه للهدف ده كان مين اللي اخطا فيه؟ كان مين ايه؟ انا مش عايز اقول لك ان الراجل عزريده دخل منطقه الجزاء وشاط لوحده خالص في لقطه كان المفروض ان الديفندرات هم اللي بيكونوا موجودين في الحته دي، الديفندرات اللي هو ده بالسلاله اللي كانت مقطوعه منه، يعني انت طالب من السلاله من الكوره ما تتقطعش منه ويباصي صح وكمان يرجع يعمل واجب دفاعي كتير كتير.
ممكن يكون كارير، بس طالب منك انك لما تلعب ضربة جزاء شوطها عدل. انا سنتي شالها حلوة، بس انت لعيب وحش، الكرة لو عليت كانت دخلت. ده وجهة نظري بصراحة، ده وجهة نظري. وكمان قعدت ادور بقى، يعني نزل حمدي فتحي في الدقيقة 46 مكان اليو ديانج، محمود وحيد مكان ايمن اشرف، اللي هو بسم الله هغير لعيب برضه هيلعب عرضيات. بسم الله، طب هتلعب عرضيات لمين؟ ما القصه هتلعب عرضيات لمين؟ طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو والمصحف، انت بتقدم عظمه تكتيكيه مش هيفهمها الا المحنكين اللي قاعدين يطبلوا لك في كل حاجه انت بتعملها، هم دول بس اللي هيفهموا الحاجات العظيمه اللي انت بتعملها دي، انما الجمهور العادي اللي زي حالاتي مش هيفهمها. لا مالناش دعوه بالكلام، انت بتقدم عظمه يا عم موس، مالناش دعوه بيك. طاهر محمد طاهر مكان حسين الشحات، قفشه مكان محمد شريف. يعني انت دلوقتي عايز تمشي كرة على الارض بجد، وبتنزل قفشه مكان محمد شريف وتقلب لعب لصانع العاب. يعني كنت بادي ب 3 4 3، دلوقتي عايز تخلي محمد مجدي قفشه يلعب تحت طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وتقلبها 3 4 2 1 3 4 1 2. وربنا انت بتقدم عظمه تكتيكيه، بس الكلام ده مش وقت هم، انت الماتش ده طالب منك انك حد يكون طويل في ال 18 تلمله كرات عرضيه، بس ده اللي مطلوب منك انك تعمله، انما لا انا هقدم عظمه. راح تعب من العظمه اللي الراجل ده بيه. والله العظيم الواحد تعب من العظمه اللي موسيماني بيقدمها مع الاهلي، بس عادي يا عمي احنا جمهور محدث كوره معلش. الناحيه الثانيه رشيد الطوسي عمل مشكله كبيره بالنسبه لي كواحد بتفرج على كوره مش كاهلاوي، اللي هو رشيد الطوسي كان جاي مرعوب من اسم الاهلي، جاي مرعوب فشخ من اسم الاهلي، الراجل قرر ان هو يلعب بال 5 3 2 اللي هو الله، بحب انا المدرب يبقى عامل حساب اسمي ده، اللي هو الاهلي بقاله سنين بيلعب باسم بس في افريقيا، اللي هو بسم الله ما شاء الله رشيد الطوسي بيلعب بخمسه تحت، والخمسه حرفيا كان اصلا من بعض الشوط الاول. لما تبص على الياس حداد، مروان حتودي، جمال الحركيس، عبد الاله مدكور، اسامه سوكيني، بسم الله الخمسه كان اوحش من بعض الشوط الاول. يعني انت بتلعب بخمسه تحت علشان خاطر تعمل تامين دفاعي وتلعب على المرتدات وتحاول تستغل السرعات اللي عندك عند حميد حداد وعند محسن متولي وتكرر انتباهات الاهلي، طب اقف صح، يعني اقف صح اعرف دافع، انما انت لا عرفت تدافع ولا عرفت تهاجم. طب الاهلي استفاد، مفروض ان الاهلي كان عارف يستفاد بلقطه ضربه الجزاء اللي مشكوك في امها وبالهدف بتاع حسين الشحات. غير كده بقى الاهلي كان جاله فرص ان هو يخلص الثالث والرابع، بس حاجه بقى عندنا مهاجمين عندهم شويه رعونه بعيد عنك. رعونه ده شفتها قبل كده في الدوري بتاعنا ده قبل كده، مش نفس الدوري بتاع اللي احنا خسرناه السنه اللي فاتت ده كان بسبب رعونه المهاجمين في انهاء الفرص؟ شكلها تبقى رعونه المهاجمين في انهاء الفرص نهت على عزوزهم في افريقيا، بس هنعمل ايه؟ عشان موسيماني يقدم العظمه وعشان نقدم اغاني الموسيماني واغاني دعم الموسيماني. ما هو الواحد بسم الله ما شاء الله يعني واقع في فرقتين بيشجعهم، جمهور بيبيع النادي عشان اليوروات وجمهور تاني بيبوس ايد المدربين علشان خاطر بيكسبوا، مش مهم بس بنكسب ازاي ولا بنكسب باي طريقه، بس عادي هم واخدين الحته دي، حته ان طول ما انتوا بتهاجموا موسيماني يبقى لها الراجل ناجح. خلاص يا عم خليه ناجح وخليه يعرفنا وخليه يكرهنا في النادي اللي احنا بنشجعه من سنين علشان خاطر انتوا شايفين ان احنا بنحارب الراجل لان الراجل ناجح. خلينا احنا كلنا نشكك عينينا ونشكك في الكوره اللي احنا بنتفرج عليها، ان الفرقه كانت محتاجه سترايكر بجد مش سترايكر وهمي ولاعيب وهمي زي بيرسي تاو يبقى موجود في مباراه مش موفق فيها وتقرر انك تكمل بيه. اتنين مهاجمين انت طلعت محمد شريف وخليت المحبب لقلبك، وفي الاخر لا المحبب لقلبك عرف يعمل حاجه ولا محمد شريف عرف يعمل حاجه، وفي الاخر بتقول له حسام حسن ما هو ما يزعلش وفرصته جايه. فرصه حسام حسن ما جاتش النهارده، هتيجي امتى؟ عايز اعرف بجد. بقول لك انت عزيزي المحنك اللي هتطلع تدافع على موسيماني، فرصه حسام حسن ما جاتش النهارده، هتيجي امتى؟ تلعب ضد 10، تلعب ضد فرقه تكتلت، بتلعب ضد فرقه خلاص انت تعتمد على هاني وتعتمد على محمود وحيد وقبله ايمن اشرف علشان يلعبوا عرضيات لجوه. مين بقى هيكون جوه؟ بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر؟ عرفت احنا ما جبناش جون تالت ليه؟ عشان في عك كتير، العك كتير ده بيتدار عليه بالمكسب، المكسب بيدار على الاخطاء، المكسب بيدار على العك، المكسب بيدار على الهبد، المكسب بيدار على الحب والكره، المكسب بيدار على حاجات كتير قوي، بس كل الحاجات الكتير قوي دي فيها برواز جميل اسمه احمد عبد القادر بيقدم اداء ممتع وبيقدم مستوى ثابت. بس ده اجمل برواز بالنسبه لي في الاهلي حاليا، احمد عبد القادر واللي بيقدمه احمد عبد القادر. ومحمد هاني بدا يتطور. الجمله دي انا قلتها 50 مره فمش عارف المره دي هكون سري فيها ولا لا، مش مضحكش عليك. بس التغيير بتاع حمدي فتحي ده عرفتني كويس قوي الاهلي رايح فين الشوط الثاني، الاهلي رايح لعك تكتيكي، الاهلي رايح لمدير فني ما بيعرفش يغير، وقلنا الكلام ده 500 مره، بس مع ذلك المحنكين اللي بيحبوا موسيماني ربنا يتقبله. انا عارف ان انا لو بتفرج عليا اهلاويه كتير ناس كتير هتهاجم، بس مش مهم يهاجموا، المهم ان انا اطلع اقول اللي انا عايز اقوله لا اكتر ولا اقل.
عجبهم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، ما عجبهمش الفيديو اقول لهم هارد لك على المكسب 2-1، لان احنا هنروح نلعب فرقه جمهورها مرعب حرفيا. فربنا يستر في العوده، لان احنا الوضع هيكون مختلف وهيكون صعب جدا علينا بالمنظر اللي انا شفته في الملعب ده. الفرقه دي هيكون صعب جدا عليها ان هي تقف قدام جمهور قوي جدا زي جمهور الرجاء، فربنا يستر.